السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ميدوشا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم كما راكم تشوفوا راح ندير معاكم دي بولات بالدجاج ولا كريم لي شامبينيون. وصفة سهلة وسريعة وتجيكم في البنة روعة روعة، تزيدوا معاها غير شوية كذا بات ولا روز تجيكم ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبداو الوصفة نصليو على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيو لتحضير اللحم. قبل انا هنا عندي زدر تاع الدجاج كامل، يعني لزوج اللي منا ومنا صغيرين شويه، رحيتهم لزوج في لاشواغ تاع البصله، ورحيت حبه بصله صغيره رقوها يعني ريحوها مليح، ولا قطعوها رقيقه وعصروها من الماء، باسكو اللحم تاع الدجاج ما لازمش يكون فيه الماء. وزدت فص ثوم صغير، ولا ما عندكمش ما تحبوش الفص ديروا الغبره، ديروا ثوم غبره. زيدوا بيضه كامله. هنا عندي شابليون ندير زوج حتى لثلث مغارف كبار، ونزيد هنايا عندي مغرفة موتارد صغيرة تمد البنة ثاني، والملح ما تنسوش الملح، ملعقة حسب الذوق يعني ملعقة صغيرة تاع قهوة. عندي هنا كمون، وعندي هنا زنجبيل وبابريكا وفلفل كحل، هذه التوابل اللي درتها. معدنوس، انا عندي المجفف يعني الاحسن ديروا المجفف، باسكو هكذا ما فيهش الماء، ما يطلق لكمش الماء في اللحم. وانا نسيت الزيت، امال فندير مغرفه كبيره زيت ولا شويه زبده طريه. خلطوه مليح اللحم مع المكونات هذو مليح مليح، ومن بعد شكلوه كوريات حسب الحجم اللي تبغيوه. فوالا، ولا عاوتوا تكربعوا بيديكم، دهنوا يديكم بالزيت. انا هنا راني دايره ليغون باسكو صبعي مجروح. والحجم كما قلت لكم، انا هنا درت شويه اكثر من تاع الجوز، وانتوما تقدروا ديروهم اكثر ولا اقل حسب الاختيار يعني، انتوما اللي تشوفوا. بعد ما كملتهم ندير نجيب هنا شوي فارينه، نرمدهم في شوي فارينه هكذا، رمدوهم مليح بصح انفضوهم بعد، ما تخليوش تخطخو الفارينه فيهم. فوالا هكذا بيان، او ميم طون زيدو عدلوهم مليح، زيدو كربوهم مليح. فوالا كما راكم تشوفوا، نكملهم كامل ونرجع لكم ان شاء الله. هنا بعد ما كملتهم نروح نقليهم في شويه زيت نص طياب. هنا ندير شويه زيت شويه زبده في مقله يسخنوا، يذوب زبده ويسخن الزيت معاها، ما تكثروش بزاف، مش رايحين نقليهم، رايحين نقليوهم برك، كما نقليو اللحم تاع البرمه صافي اللحم تاعنا يولي يطيب نص طياب، سورتو الدجاج هاوي يطيب في ساعه. وهنا نخلطوا الزبده، نخلطوا معها زيت، باسكو الا درتوا زبده وحدها تتحرق في الطياب، تتحرق وتتحمر لكم اللحم. ولا درتوا زيت وحده الزيت يقسي اللحم ما يخليش طري. خلطوا زيت وزبده يجيكم هايل هكذا، يعني يخدموا لي شاف كي يقعدوا يقليو. لوح الكوريات تاعي نقص النار شويه، ما خليهاش قويه بزاف، ونخليهم يتقلاو، نقلبهم كي يحمروا لي على الجهه نقلبهم على الجهه الاخرى. فوالا كما راكم تشوفوا، يشوفوها احمر شويه، ما تحمرهمش بزاف بزاف هكذا يصفاروا برك. فوالا هما تشوفوهم حمارو، ثم تخلهم الطياب شويه يكونوا نص طياب، نحيهم من المقله نديروهم على بابي ابسوربون باش يكتر الزيت اللي فيهم، ونخليهم على جنب. ونجيب هنا الزيت هذا والزبده نخليهم هكذا في المقله ما طيشوهمش. النار دائما هاي شاعله، نقصت لها كومبليتوم. نزيد هنا حبه بصله صغيره ريحتها مليح مليح، ريحوها مليح مليح حتى باش هكذا ما تبان لكمش في لاصوص من بعد، باش ما يجيوش يعني المارس تاعها خشن. وزدت معاها فص ثوم، دونك نقوس داي نونيون، قليوهم مليح مليح في الزبده والزيت هذو. ومن بعد نزيد لي شامبينيون، عندي هنا 250 غرام تاع شامبينيون قطعتها شرائح، واللي ما عندهمش لو فخي هذا تقدروا ديروا علبه، تقدروا ديروا باطا. دونك حنا رانا في وقت وراه لا سيزون تاعو في الخريف كاين ومليح يعني يجي جديد، دونك قطعوا شرائح وديروه قليوهم مع البصله والثوم، ما ديروش الماء خليوه يتقلى مليح مليح الشامبينيون يطلق الماء تاعو وحده من بعد.
وهنا عندي نص كوب تاع دومي كوب تاع بويون دو بولي ولا تاع لي ليغوم اللي بغيتو. فرغوا عليها كاس مليح تاع ما، يعني كاس تاع 240 مليلتر حامي يكون غالي، ثم نصنعوا هذاك البويون تاعنا تاع البولي ولا لي ليغوم. ومن بعد كي يتقلى مليح لي شامبينون فرغوا البويون هذا، كملوا يكمل يطيب فيهم. شوفوا دوك هو يبدا يزيد يغلي، وانتم حطوا لي بولة تاع اللحم تاعكم وخليهم يكملوا طياب. فوالا هكذا. انا ما نديرش الفلفل الكحل، ما نزيدش الفلفل الكحل وما نزيدش الملح، ما نديروش الملح باسكو الكوب هذاك هو فيه الملح وملح بزاف. ومن بعد على الاخر باش نذوقوه، نذوقوه على الاخر، ولا كان عاد يحتاج نزيدو الملح والفلفل الكحل نزيدوه. خليهم يطيبوا على نار متوسطه حتى ينشف هذاك البويون هذاك، والكوريات يزيدوا يكملوا يطيبوا. وهنا نزيد، يعني نقصت النار، نزيد ملعقة قهوة صغيرة تاع موتارد في لاصوص، تعطي بنة الى لا موتارد هذه كي تزيدوها. ونفرغ هنايا بريك تاع 20 سنتيلتر كريمة سائلة، 20 سنتيلتر، وزدت ملعقة ونص كبيرة تاع كريمة كريم ايباس، ان كويير ادمي، فوالا كريمة ثقيلة كما نقولوا. وهنا نزيد للنار نخليها تغلي باش تزرب تخثر لي، باسكو الكريمه دايما نديروها على الاخر، ما تطيبش، تندير دايما على الاخر. خليوها تكمل تخثر، وخلي النار شويه قويه باش تزرب تخثر لي. فوالا هنايا ذقتها شويه مسوس، زدت لها شويه ملح وزدت لها شويه فلفل كحل. فوالا ميم طون راهي تبقبق تخثر شويه، كاين اللي يخليها تخثر بزاف وكاين اللي يحب يصوصي يخليها شويه جاريه. فوالا هنا بعد ما طابت انا طفيت عليها، و دوكا يعني ما بقى غير نقدموها في صحن التقديم. هاكم تشوفوا الخثاره تاعها، سورتو الكوريات تاع الدجاج فيهم الفرينه، والفرينه هذيك تزيد تخثر لكم لاصوص. وهنا ما عليكم غير تقدموها في صحن التقديم. انا درت معاهم لي طلياتيل طيبتهم غير في الماء والملح وشويه فرماج من فوق. وانتم تقدروا ولا لي بات هكذا ولا الروز، يعني هذه اللي تقدروا ديروها معاهم يجيكم هايله، يعني الاولاد ولا يعني حتى الضيف اللي يحب يديرهم للضيف. انا هنا درت شويه فخوماج في سور لي بات، وهذه شهيه طيبه. يعني نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، هاكم تشوفوا لاصوص كيفاش يجي، والكوريات يجيو بنان هايلين. هذه وصفتنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وشهيه طيبه. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.